قد يقول الشاب أنا أعلم أعرف، ولكن ماذا أفعل؟ ماذا أفعل وأنا أعيش في بيئة ملوثة، أعيش في واقع مسموم محموم، أعيش في فترة من زمن الأمة وعمرها فتحت أبواب الشهوات على مصراعيها، وإنما أنا لحم ودم، ودم الشهوة يغري في عروقي وينبض بين جوانحي، وكل شيء مبذول بين يدي، رخيص سهل الوصول إليه، وأنا شاب أتفجر فتوة وطاقة وقوة، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ إن زمني، إن بيئتي، إن جوي، إن مجتمعي فاسد بل مفسد، فماذا أفعل؟ أوليس لي إعذار إذا ما ظهر مني تقصير؟ أوليس لي إعذار إذا ما ظهر مني فتور؟ نعم معذور أنت يا أخي، معذور في كثير من أمر ترتكبه بتأثير بيئتك وواقعك، معذور أنت يا حبيبي، معذور أنت وقد اجتمعت عليك شياطين الجن والإنس، أنت الهدف، أنت الرمية لسهامهم، يريدون تضليلك وتجهيلك وإغراقك في الآثام، معذور أنت يا أخي، وقد تكالبت عليك الدنيا بمغرياتها، والنفس بمطالبها، والهوى بضغوطاته، والشيطان بنزغه ووسوسته، والمجتمع بتركك وإهمالك وعدم الاهتمام بك، بل سحل لك كل طريق ملتوي وكل سبيل معوج وأبعدك عن الصراط المستقيم، معذور أنت في كل ذلك. إن هذا الإعذار لك يمثل جانب الديانة بينك وبين الله، المساءلة بينك وبين الله، ولكنك في المقابل لست معذور. رغم كل ذلك في أن تسقط فريسة سهلة أو أن تكون صيدا لشباكهم بثمن بخس، لست معذور في أن تلقي عدتك وأن تستسلم لواقعك وأن تلقي بنفسك في شراك وشباك هذه الآثام، لست معذور إن لم تبذل إرادة ومقاومة ومحاولة استعلاء. دعوني أسير إلى خالقي، فقد أرهقتني حياة الذنوب، دعوني وحيدا أناجي الإله وأحيا سعيدا وقلبي يتوب، وأحيا سعيدا وقلبي يتوب.